أقرب طبيب ليك وتاخذ معاه موعد على الانترنت. اليوم موضوعنا هو تساقط الشعر، شنو أسبابه؟ يلا أي سيدك يا بن سيدك، تحضر معنا الدكتورة مريم سعد الله جينيراليست. مرحبا بك دكتورة. عيشك، مرحبا بك. أقربنا للميكروفون. مرحبا بك، شكرا لك أنت. دكتورة، شنو نقصد بتساقط الشعر؟ خاطر واحد أي جسم شوية برشا علي وقتش تولي حكاية هكا تخوف. فلا تساقط شعر قبل ما نحكيو عليه يلزم نفهموا حاجة مهمة برشا اللي هي لو سيكل بيلار، الدورة الحياتية متاع الشعر. اون فيت الشعر متاعنا في حياتها فما 3 فاز. لا فاز متاع النمو، تقعد من عامين لخمسة سنين الشعر فيها يطويل، تقعد جينيرالمون 90% من الشعر متاعنا يبدا في المرحلة هذه. من بعد باش تجي فترة تتوقف فيها الشعر عن النمو، تقعد من اون سومين ل 3 سومين، ومن بعد لا فاز تيلوجين الفاز الأخرى، الفترة معناتها الشعرة تموت فيها، مي تقعد سور بلاس بوندون 3 ا 4 موا، ومن بعد دونك فيزيولوجيكمون الشعر باش يطيح. دونك سي تري فيزيولوجيك باش نلقاو الشعر يطيح. سوبوندون الشعر يطيح جوسكا اون سيغتين ليميت، سي تري نورمال باش نلقاو بين 50 و 100 شعره في النهار من شعرنا يطيح. مي وقت اللي سا ديباس فورسيمون اكثر برشا من 200 شعره في النهار، وقت اللي الشعر اللي يطيح ما عادش يرجع، وقتها نحكيو على تساقط الشعر المرضي. داكور. باثولوجيك. دونك اللي يلقى 50 شعره في فرش هو عادي راهو ذاك يحسبوا شعركم. اي جوستومون مش نبداو سي با نورمال، مش باش نبداو نحسبوا كل نهار في شعرنا لا لا والله فما شكون اقسم بالله العظيم الشفره هذيك الصغيره يعمل عليها نهار. لا اون فيت كيفاش احنا باش نلاحظوه هذايا؟ باش نبداو في كل باش الواحد يقوم يلقى شعره على المخده، باش يلقى شعره على البيرو، يلقى شعره في القاعه، يلقى شعره بارتو في الدوش، وقت اليوم شعر وبرشا يلقى برشا شعر، وقتها سي با نورمال اي فو كونسلتي. جينيرالمون انا جو دوموند ا مي باسيون فما دو تيست يعملوهم باش يفهموا تساقط الشعر نتاعهم طبيعي والا باثولوجيك. ياخذوا خصله من الشعر لو بول تيست يتسمى، خصله من الشعر يجبدوها بيان سور، مش باش يقلعوا شعرهم، باش يعملوا يبون ابليكي اون سيغتان فورس. دونك كي مش تلقى عندها اكثر من 5 شعرات في يدها سا سي با نورمال سي الارمون. والا نتشو بالليل ولا تشوفوا روحكم سافا ولا ايه؟ مش نتشو جوست اون سيغتان فورس عندي كيف انا. والا ياخذوا البروس بوندون اون مينوت على المخده تمشط شعرها هكا بالمقلوب، كان تلقى اكثر من دي من 10 شوفو سي با نورمال. معناها يا اما تشد هكا شويه الشعره بالقوي تشوف، والا الشيء اللي نعملوه نحن نساه برشا، تاخذ البغوص وتمشط هكا وتشوف على المخده ولا على معناها على ملحفه هكا فاتحه باش تعرف قداش من شعر. اكثر من 10 شعرات فوالا بوندون اون مينوت سي با نورمال. اي البنات في البيروات مدك الواحد خلاص الخلاص بالوجه جرب به. اي دونك وشنو هي زعما اسباب تساقط الشعر هذايا المرض؟ ما برشا حاجات. جينيرالمون كي يجيني المريض فما نوعين نتاع تساقط الشعر. فما لالوبيسي ديفوز تبدا على الانسومبل نتاع الشعر دو كور شوفولو والا لوكاليزي. بالنسبه لليزالوبيسي ديفوز اي المخرج خاطر وريني سامحني في الكاسكيت نتاعو ما عنده حتى الشعر في راسه مفجوع. هيج عنده طريف هيج. دونك سامحني الاسباب. دونك بالنسبه لليزالوبيسي ديفوز فما حاجتين، فما ليزالوبيسي الوراثيه جينيرالمون تبدا عندها علاقه بالهرمونات نتاع البدن، الهرمونات الذكوريه تجي اكثر عند الرجال. 80% من الرجال عندهم في ديجا تبدا عندهم في العائله نتاعهم بوهم امهم سي جينيتيك مربوطه بالوراثه. داكور. بوهم امهم عنده الصلع تبدا جينيرالمون من النواظر وبعد تمشي البارتي نتاع الراس الكل تخلي سورتو ال فا غاردي البارتي تيلانيه ولا جنيه باللوطانيه. فوالا. عند النساء باغ كونتخ تبدا في البارتي الوسطانيه كيف كيف تبدا من البوبرتي، مي تكثر اكثر تظهر في المينوبوس خاطر يتيح التو دوستروجين باش يكثروا ليفي نتاع الهرمونات الذكوريه. دونك باش توضح اكثر تبدا من البارتي الوسطانيه اللي نقولوا احنا الفرق،
وبعد تمشي وتمتد على الكوير شوفولور الكل. عند المراه البو في حالات ارسا كومباني مع دي بيرتورباسيون في العاده الشهريه نتاعها والا شعر يبدا يطلع لها في بلايص مش معهوده. هذوكم سي معناتها احنا اون فا اكسبلوري باش نلقاو امراض اخرى كيما لوفير بوليكيستيك ولا دوتر باثولوجي تنجم تعطينا الصلع هذا. باهي وما يداويش هذا ما فيش دواء خاطر وراثي ولا فيه؟ وراثي جوسكا اون سيغتان ليميت وقت نوليو نعملوا زرع الشعر. Sinon, on peut faire le vitaminate ou le PRP, ça peut être efficace. Ah, d'accord. Sinon, femme volé écher. Rabbi, samahni, le PRP, quand khatrahou, et j'en qu'olkom, femme عندي ولدي هذا صغير يعمل في الـ بي ار بي. دونك قداش من مره مش مره واحده وتجي تقولها باش يطلع الشعر؟ ايوا نعملوا دي سيكل ديجا. هو الشعره باش تحسها تقوى في وقت الكور وكل مي ما تبدا تطلع كان ابخي 3 موا 4 موا من لي سيونس نتاعنا. فوالا فوالا مش من السيونس الاولى الشعره غدا باش تبدا تطلع. فوالا لو سيكل اللي حكينا عليه توت الور دونك ايل فا سويفر سون سيكل. داكور. سينون في لي زالوبيسي ديفوز هذوما المنتدين فما لي الالوبيسيه رياكسيونيل شي جيو من فاكتور ديكلونشون فما سبب جينيرالمون تلقاه سبق شويت دو شفو بثلاثه شهور اللي هو سبب في تساقط الشعر هذايا. ينجم يكون نفسي ستريس امبورتون. نجمو نلقاو زيدا سخانه كبيره سخانه تطلع 39.5 ولا اكثر بوندون اون سيغتان بيريود. بعد ثلاثه شهور الشعر يطيح. فوالا الغروسيس زيدا وقت اللي نوقفوا حبوب منع الحمل قلنا قبيله لو ستريس امبورتون والا ريجيم امبورتون. فما برشا بنات يدخلوا في ريجيم قاسي يولي الماكله نتاعهم تفتقد برشا فيتامينات وبروتينات دونك دوكو ما غير ما ياخذوا افي نتاع نوتريسيونيست دونك دوكو دون 3 موا تلقى عندها شوت دو شفو. فوالا فما زيد نقص الشحم وتولي صالحه مش فوالا هذاك علاش يفو ديما بروندر لافي دي نوتريسيونيست مش هكاك وحدك. فوالا زيدا نجمو نلقاو الامراض نتاع الغده الدرقيه ديستيرويدي دون لي دو سونس وقت اللي تخدم برشا والا وقت اللي تبدا اون هيبوتيرويدي. دو بلوس فما القصور الكلوي القصور نتاع الكبد المانك نتاع الفيتامينات فقر الدم المانك دو فيغ المانك دو فيتامين دي المانك دو فيتامين بي 12. هذوما جينيرالمون احنا من لاسبي نتاع الالوبيسي باش نطلبوا تحاليل داكوغ قبل ما نبداو التريتمون كيف نصلحوا الفاكتور ديكلونشون هذايا الشعر باش يطلع وحده دون 6 موا ماكسيموم ان اون الشعره ترجع عاديه وترجع معناتها لاسبي نتاع الكور شوفولي نتاعو يرجع عادي. وطرق علاج تساقط الشعر بالطبيعه يختلف من كا لكا والا فما فورمول بيان سور احنا ما حكيناش زيد على لي زالوبيسي فما حاجه منتشره برشا اللي هو لوكاليزي تلقاه عنده اون بلاك والا على اون سيغتين هكا بارتي هذوما فما مرض معروف برشا معناها يعبروا عليه بالثعلب بالعربي سي لا بولاد هذيا اون فيت سي اون باثولوجي في الجهاز المناعه نتاعنا البدن نتاعنا يولي الشعره يحسبها جسم غريب عليه يل فا ديفلوبي دي سونتي كور فوالا باش ينفرها كي فون ساتاكي للشوفو للفوليكول بيلو دونك يل فون ليليميني. هذوما جينيرالمون سي انجيكسيون دو كورتيكويد نعملو لهم دي انجيكسيون دو كورتيكويد اي نورمالمون يل ايفولو فافورابلمون يل ايفولو ديجا بار بوسي. زيد فما امراض نفسيه تلقاه عنده اون ماني هكا ديما ينتج في شعره على شوا في عينيه فوالا وحناجبو اي فما ولا لحيه فما امراض نفسيه تلقاه عنده اون ماني هكا متقدمه تخليه ديما ينقص الشعر دونك باش تبدا بلاصه ناقصه فيها شعر. فما زيد اون دوا بارلي دو سيغتان شامبينيون تاني دو كوير شوفولو باش تعمل تلقى جينيرالمون دي بلاك في اللحيه في الشعر يبداو فيهم قشور ولا حاجه هذوكم جايين من دي شامبينيون. داكور. التريتمون نتاعهم سي لي زونتي ميكوزيك احنا نعملوا ان اكزامان باش نشوفوا نوع الشامبينيون شنو. ايوه ونعطيو التريتمون. فما زيد برشا نسي زي يشدوا شعرهم ديما كوتشوفا والا لي افريكان تلقاهم يعملوا كاليتريس هكا مكبوسين دونك دوكو باش تلقى عندهم البارتي هذيا تفرغ برشا. صحيح صحيح. مي زوما جينيرالمون معناها فما دي مانيير اللي العبد يزمو يتحكم فيهم هذوما هل شعرها تري سونسيبل حتى الصبغه ديما لي برودوي كوسميتيك ولا يبداو تلقى فيهم لوكسيجيني وكل هذوكم يضروا برشا بالشعر. فوالا يطيح ديما تصبغ سي نورمال الشعر
باش تموت وباش تيح ما هو تجي تعاني والسيشوار ليه والسيشوار لا يميت قاتساش برشا مو تلفزة ولا احنا معارضين برشا برشا الممثلين الكل عنا استعمال الصبغة برشا والقصان وخليها منا وزيدوا حويجة واللاك 24 سور 24 دونك انت تصور ديما وحدة اللاك دونك هذاك يقلق الشعر دونك يعملوا نورمالمون يعملوا ديكور يعملوا يلزم ياخذوا فريتمون انا نقول لهم اكثر حاجه مهمه ماكلتك اول حاجه فوالا صحيه غنيه بروتينات فيتامينات اللي هما مهمين برشا للشعر فما زاده دي كومبليمون اليمونتير تقام غيش اون فيتامين اون بروتين بيوتين هذوما يعاونوا نعملوا ديكور كل تبدا انت معناتها شعرك خفيف تعمل ديكور كل شهرين ثلاثه تعمل كور باهي زاده فما لي انجيكسيون دو فيتامين نعملوهم احنا في دي كابيني ميزوثيرابي مهمين مهمين برشا يقويوا الشعر وانت والكاب بيان سور رانا ديما نحكيو من بعد ما الميدسان هو اللي يعرف واش يعطيك يجيه المريض ديجا كيما حكينا بكري من لاسبي باش تبدا عنده اون اورينتاسيون فما تحاليل باش يطلبها فما تشخيص باش يعملوا باش يعرف السبب شنو وبعد في الميزوثيرابي باش يعرف شنو يحط للمريض نتاعو. شكرا لك دكتوره مريم سعد الله اقعد بحذايا خاطر باش نوريك شعري وتقول لي شنو. شكرا دكتورة مريم سعد الله شكرا على النصائح.